ده المكان الاساسي اللي الصناعه. فاحنا بنتكلم ان يبقى في حوالي 25 شركه. كلمه صناعه دي انهي صناعه؟ احنا هنا في نوعين من الصناعه بنركز عليهم. هنركز على كل ما هو متعلق بالانظمه والالكترونكس الاي سي والاي اي. عايزين 25 شركه. تحب نقف هنا؟ عشان لا ده عاوزين نخلي ظهرنا كده عشان ايوه جامعة المعلوماتيه كده هيبقى ظهرنا كده هو ممكن نيجي هنا حضرتك لو خدت نايب هنا ممكن نيجي في ظهرنا يبقى كده في نص ال فين بقى نجيب من كل اللي رايح دي شرف لينا بس هنا تمام اهو باشا لا زي الفل والله زي الفل والله اللي انت هتتكلم فيه ابدا ادي حضراتكم الفكره على المبنى ده والارقام اللي حضرتك كنت بتسال عليها العائد والريتيرن المبنى الخاص بالابداع ده هنا هتبقى العامل الرئيسي او البلاير الرئيسي الجديد هيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات المبنى ده هيبقى فيه منظومه متكامله لرياده الاعمال من اول ما بتتدرب لحد ما تبقى رائد اعمال لحد ما تبقى شركه ناشئه او تبقى شركه مستقره هيبقى موجود في المبنى ده بنستهدف ايه؟ بنستهدف ان احنا كل سنه نضرب جوه المبنى من خلال وجود اكاديميه تدريب حوالي 1200 واحد. لما بتدرب بتكلم على حاجات زي ما قلت لحضرتك على شقين الكترونكس ادفانسد شويه انظمه وانترنت اوف ثينجز والكلام ده والاي اي. عايزين نضرب 1200 واحد عايزين بعد كده نطلع منهم ب 200 رائد اعمال يعملوا شركات نطلع كل سنه ب 15 ستارت اب 15 شركه ناشئه جوه الحضانه ويكون موجود معانا 25 شركة مستقرة. بنتكلم في عمالة في صناعة حوالي 1000 واحد. ايه الكي بي اي بتاعنا؟ احنا هدفنا في الاخر خالص ان احنا نقدر نجذب استثمارات، هنا هيبقى فيه فاليو يعني قيمة عالية قوي للهاي تك في الاي